المهندس كريم دياب رئيس مجلس إدارة محطة شهيد ماجد الصالح للفرز والتعبئة هنا بوادي نسيم إسنا محافظة الأقصر. طبعا احنا بدأنا عقب ثورة يناير يعني من 2011، والحمد لله ان الطماطم هنا كان عندنا فكرة ان احنا ننشر حاجة اسمها زراعة تعاقدية على الحاصلات الزراعية. طبعا معروف ان الصناعة هي يعني التصنيع الزراعي او الصناعات القائمة على التصنيع على الحصيلة الزراعية دي، طبعا الهدف منها مش بس ان هي بتخلق فرص عمل كتير، كمان انك انت تكونك انك تتصدر بره، ده شيء كويس جدا ان انت يعني بتدخل عملة صعبة. العملة الصعبة دي من احد مقومات الاقتصاد القومي، لكن احنا اللي يعنينا يعني طبعا في المقام الاول ان احنا بنعمل تنمية. التنمية دي شاملة هنا في الصعيد، ولازم يبقى ليها يعني ليها دور، لان طبعا عندنا منتجات زراعيه، احنا بنتمتع بمساحه زراعيه كبيره جدا وموجوده، وبالذات في محصول الطماطم. يعني تخيل لو مركز زي مركز لسه مثلا بيبقى فيه 10,000 فدان منزرع بالطماطم، طب هنودي المحصول ده فين؟ ده غير طبعا ده في اسنا بس. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هابي مصر بجو كويس جدا ومتعاقبه، وبتلاقي يعني مثلا هنا زراعات الطماطم موجوده في اسنا في الاشهر دي، لا كمان شويه قدام شهر 5 ولا بتاع هلاقيها موجوده في محافظه الفيوم، هلاقيها في البحيره. شيء طبيعي لازم احنا نتعاقد مع شركات، لان احنا ما بنصدرش بنفسنا، احنا بنصدر من خلال شركات. الشركه المتعاقده معنا هي اللي بتصدر، هي اللي بتدخل، لكن طبعا بيبقى دخل عمله صعب. طبعا كله بالعمله الصعبه، واحنا برضو حتى العقد بتاعنا عشان يبقى متعارف بيبقى بالعمله الصعبه، يعني ما او موازيه بالجنيه المصري. باشمهندس سهيل عصام، بكالوريوس زراعه. احنا النهارده في المحطه بنعمل استيراد التوريد للمنتجات بتاعه الطماطم المجففه، فاحنا بنوزن بوزن معين وبعد كده بندخلها الثلاجه لحين تصديرها. عرفينا بالمكان ده. دي الثلاجه بيتم التخزين فيها فيها المواد المصدره على درجه حراره اعلى من 5. باشمهندس غاده ثروت، مسؤوله هنا عن التعبئه وتدريج في المحطه. حضرتك طبعا عايز تعرف المراحل اللي بيتم بيها تجفيف الطماطم اللي توصل للمرحله دي. بدايه بيتم استلام الخام اللي هي الطماطم الخام من المزارعين، وبيتم اولا فرز على حسب يعني الصنف بتاعها، عشان عمليه خلط الاصناف بتؤثر في التصنيع، فبيتم فصله. بعدين بعد استلام عمليه الخام بيتم فرز مبدئي، استبعاد الاصابات، استبعاد الاعفان، استبعاد الخدوش او الجروح الميكانيكيه. بتدخل بعدين في عمليه الغسيل، بعد ما بيتم غسيل الطماطم في احواض نظيفه. لازم بنستنى من 3 إلى 5 ساعات مثلا عشان الطماطم تصفي الميه بتاعتها، ويفضل اصلا يعني ان احنا نغسل الطماطم بالليل ويتم تقطيعها طبعا. بعد عمليه الغسيل تجفيف الطماطم بيتم التقطيع، بنقطعها على نصفين متساويين، بس طبعا ده بيبقى على حسب رغبه العميل او الطلب في السوق، يعني ممكن تتقطع بكذا شكل تاني. بعدين بيتم تركها في الشمس، وبعد التقطيع مباشره يعني يفضل رش عليها الملح. بنستخدم ملح نمره 2 والكبريت اللي هو ميتا بصفات الصوديوم او البوتاسيوم. وبعدين بيتم تركها في الشمس لمده من 4 إلى 12 يوم، يعني حسب برضو درجه الحراره والرطوبه الجويه. وبعد تجفيفها بيتم لما وفرزها فرز مبدئي، بعدين تعبيتها في الأجولة. وبتيجي هنا بيتم هنا عملية آخر فرز اللي هو الفرز الأخير اللي هو التدريج والتعبئة، بعدين بنحفظ في الثلاجة وبيتم الشحن.